الأرض وتشكيل آفاق جديدة للاغتنام في رأس القرن 21 للجميع. إن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر بأهمية قصوى في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي، وعلينا أن نكون رواد في تبني منهجات مستدامة وواقعية ومجدية ويتكفوا لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة. من هذا المنطلق رجعت رئاسة المملكة إطار هذا الاقتصاد الدائري الكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل يهدف تخفيف حدة أثار التحديات المناخية وجعل أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة وتعزيز الأمن واستقرار سوق الطاقة الوصول إليها، حيث يتسنى الدول تبني وتعديل التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة، وذلك من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجا شاملا ومدا كاملا وواقعيا يتيح استفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات. وستقوم المملكة بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل، وندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذه البرنامج المتمثلة في التصدي للتغيير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان. في عام 2012 أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في جهود تقليل الانبعاث ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك لدينا العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله مواد خام ذات قيمة، ويشمل ذلك المنشآت الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون والتي نشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابق بمقدار 500,000 طن في السنة. كذلك خطة أرامكو السعودية لاستخراج المحس النفط مقدار 800,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة، وعلى غرار ذلك نعمل على تطوير أضخم منشأة الهيدروجين الأخضر في منطقة النيوم. وإدراك من المملكة الدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على 1,000,000,000 هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040. إضافة إلى ذلك من لدينا خططا كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تتمثلان ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول 2030. وفي هذا الصدد سوف نستمع الآن من أصحاب الفخامة ومبادراتهم وطموحاتهم المختلفة في هذا الشأن.